ضمن سلسلة كشف أسرار أشهر خدع الشوارع، جئت لكم اليوم بالجزء 22 لأكشف لكم سر أقوى 5 خدع سحرية غريبة قام بها أشهر السحرة في العالم وخدعوا بها الجميع في الشوارع، ومنها خدعة إخراج الهامبنغر من صورة اللوحة، وخدعة انتقال المصاص إلى الكأس، وخدعة إدخال العملة في الكأس. وخدعة إدخال المسمار في الأنف. هذه الخدع الغريبة التي أرعبت وخدعت كل من شاهدها. لكن قبل البدء، ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بكشف هذه الخدع. الخدعة الأولى، خدعة إخراج الهامبنغر من صورة اللوحة. خدعة شهيرة جدا قام بها العديد من السحرة وأذهلوا بها العالم في الشوارع، ومنهم الساحر الشهير سير ليل تاكاياما، حيث تظهر أمام الساحر لوحة عليها صور لأكلات هامبرغر. يقوم الساحر بوضع يديه على إحدى هذه الصور، وفجأة تتحول هذه الصورة إلى قطعة هامبرغر حقيقية وتخرج إلى يد الساحر، بل وتصبح اللوحة فارغة في مشهد يذهل كل الحاضرين، بل ويقوم الساحر بإعادتها إلى اللوحة، فإذا بالهامبرغر تختفي من يده وتعود صورة كما كانت سابقا. فما هو سر هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة يا رفاق هو في هذه اللوحة التي بجوار الساحر والتي عليها صور الهامبرغر، حيث تم تصميم هذه اللوحة خصيصا لعمل هذه الخدعة. فصورة الأكلة في اللوحة هنا يمكن إخفائها وإظهار صورة أخرى فارغة بهذا الشكل، وهذا الأمر طبعا يتم من قبل أحد مساعدي الساحر والذي يختبئ خلف اللوحة. فعندما يضع الساحر كفه على هذه الرسمة، يقوم المساعد بإعطائه الهامبرغر، وفي نفس اللحظة يقوم بتغيير هذه الصورة بصورة أخرى فارغة بهذا الشكل، لتظهر الأكلة وقد اختفت فعلا من اللوحة. ولكي أؤكد لكم صدق تحليلي هنا، لاحظوا في هذا المشهد عندما قام هذا الساحر بتطبيق هذه الخدعة في إحدى الشوارع، حيث أخفق الساحر في تنفيذ الخدعة في الوقت المطلوب وتأخر في وضع الصورة الفارغة في اللوحة، وظهر الثقب في اللوحة بشكل واضح جدا. الخدعة الثانية، خدعة إدخال العملة من أسفل كأس زجاجي سليم. حيث يقوم الساحر هنا بعرض كأس زجاجي ويظهر أنه سليم تماما، ليأخذ عملة بيده ويحاول إدخالها في الكأس من الأسفل مرارا، وفي النهاية ينجح فعلا في إدخال العملة إلى الكأس. حتى أنا حاولت عمل هذه الخدعة ونجحت فعلا، لاحظوا. فما هو السر هنا؟ في الحقيقة يبدو الأمر معقد فعلا، فكيف لهذه العملة أن تدخل في الكأس ولا يوجد عليه أي ثقوب؟ ولكن يا صديقي، السر هنا بسيط للغاية ويحتاج منك القليل من التركيز فقط. فالساحر لم يدخل العملة في الكأس من الأسفل، بل أدخلها من الأعلى. نعم، حيث أمسك الساحر الكأس بهذا الشكل، وعندما كان يحاول إدخال العملة في الكأس وضع العملة على أطراف أصابعه بهذا الشكل، ثم رمى بها بسرعة إلى الأعلى، وأثناء ضرب الكأس يقوم برميها بسرعة إلى الأعلى لتسقط بداخل الكأس بهذا الشكل. الخدعة الثالثة، خدعة انتقال المصاص إلى الكوب. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أجمل الخدع السحرية الجديدة والمبتكرة، والتي قام بأدائها العديد من الساحرة حول العالم، حيث يعرض الساحر بيده كأس أو وعاء بيد أحد المتواجدين، ويظهر الأنبوب المصاصي بيد الساحر، ليقوم الساحر برميه بهذا الشكل، فإذا بالمصاص ينتقل إلى الكأس في مشهد غريب جدا. ويمكن إظهار المصاص أيضا في الكأس بهذه الطريقة. فما هو السر هنا؟ سر هذه الخدعة في الحقيقة يكمن في هذه الأدوات التي يتم عمل الخدعة بها،
حيث تم تصميم هذا الكأس خصيصا لهذه الخدعة. فالساحر عندما قام هنا برمي هذا المصاص إلى الكوب، هو في الحقيقة لم يقم برميه أبدا، بل أخفاه خلف يده بهذا الشكل. تستطيع أن تروا الأنبوب خلف مرفقه هنا. وأما هذا المصاص الذي ظهر في الكوب فهو في الحقيقة موجود مسبقا في الكوب، فعند التصنيع يوضع بداخل هذا المصاص، حيث يتم وضع بداخل هذا المصاص جر حديدي قابل للثني، حيث يتم لفه بداخل الكأس. وصل هذا الجر بزرار يوجد خلف الكأس، وعن تنفيذ الخدعة يقوم الساحر بالضغط على الزرار فيصعد المصاص إلى الأعلى بهذا الشكل. ولكي أؤكد لكم صدق تحليلي، لاحظوا هذا الساحر عندما قام بعمل هذه الخدعة مع هذه الفتاة، حيث ظهر الزرار على جدار الكوب بشكل واضح جدا أمام الكاميرا، حتى أن الساحر كان يحاول إخفاءه بإصبعه. الخدعة الرابعة، خدعة إدخال المسمار في الأنف. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أقوى الخدع السحرية وأكثرها رعبا، والتي يقوم بها القليل جدا من السحرة حول العالم، حيث يأخذ الساحر مسمار يتعدى طوله 15 سنتيمترا، ويقوم بإدخاله في أنفه وضربه بالمطرقة حتى يدخل في أنفه في مشهد مرعب ومقزز في نفس الوقت. ولكي يؤكد الساحر للجميع أن المسمار ليس فيه أي خدعة، يطلب من هذه الفتاة أن تقوم بإدخال المسمار في أنفه وإخراجه مرارا. فما هو سر هذه الخدعة؟ في الحقيقة لا يوجد في هذا الأمر أي خدعة أبدا. نعم، كل ما تشاهدوه هو حقيقة، والساحر هنا فعلا يدخل المسمار في أنفه، حيث يقوم الساحر بإدخال المسمار في تجويف الأنف السفلي حتى يصل المسمار إلى أعلى البلعوم. وإذا كان المسمار منحني كهذا، فيستطيع الساحر إدارته وتنيه ليظهر من فمه بهذا الشكل. لا تجرب هذه الخدعة أبدا، فهذه الحركة يستطيع أقلة قليلة جدا من الناس عملها، حيث يقضي هؤلاء السحرة سنوات طويلة جدا في دراسة الأمر والتدرب عليه. وفي الختام، ما هي الخدعة التي أبهرتكم أكثر من بين كل هذه الخدع؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وإذا أعجبكم الشرح فلا تنسوا مشاركة الفيديو لأصدقائكم.